من الباطل باطن ويرزقنا اجتنابه. رحمة الله على والديك، والله يبارك بيك وبعائلتك وبأخيك الأخطائي. شكرا لكم أخوي. طيب أبو سلطان، أبو سلطان تسمعني؟ حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عندي بس لحظة أخونا، عندي سؤال بسيط. لحظة أخونا، عندي سؤال بسيط أخونا أبو سلطان. تفضل. الآن عندما نقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الإحسان علينا ولا عليهم؟ جميل جدا. بدي اجاوبك على السؤال، وبي عندي توضيح النقطتين سريعات. التوضيح ما تتدخل بي لان احنا سلم كنا اسمع اسمع، التوضيح ما لنا علاقه بي، احنا سلم كنا نسولف، فما تتكلم حضرتك ما نسمع. اسمع اسمع، الحج يوجه لك سؤال، تتكلم على وفق السؤال. عندك توضيح مباشره راح اقاطعك، ما خليك تتكلم كلمه. روح وضح روحك، وضح بالحمام. احنا سلم كنا نتكلم، انت لا تحشر خشمك، من حقك تروح تكلم بالحمام مال نسوان مالك. احنا الان سلم كنا نتكلم، من اطلب منك التوضيح تجي توضح؟ روح وضح انت وياه، لا توضح لي بالبرنامج هنا. يلا جاوب على السؤال. دلت منذ قليل احمد الامام دلت تدليستين، وبدي انا من حقي شنو؟ واقف واقف واقف، شنو تقول؟ لحظة، أحمد الإمام دلس، اسمع أصبر. إذا دلس أحمد الإمام الآن، المكان اللي دلس به في الكتاب الفلاني عندك الآن موجود أمامك؟ يلا. أولاً انسحب. التدليس الأولى هي عبس وتولى أنتم. أنتم؟ وصل صورة. اسمع يا اخ محمد، اسمع 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 اسمع، تدليس تدليس انت، لانه اخ محمد في يوم من الايام، ما يخالف مولانا، في يوم من الايام انا قلت لهؤلاء امثال هذا ابو سرطان وغيره، قلت لهم في يوم هذه ايه عبس وتولى نزلت بعثمان بن عفان. تعرف يا اخ محمد شنو قالوا لي؟ هسه انت الان جربها، روح لاي سلفي من هؤلاء قل له نزلت بعثمان، راسل يقول لك تطعن بالصحابه اللي قالوا لي هذه تطعم بالصحابة. قل له لعد بالنبي، قل لك لا لا ما يخالف اطعم بالنبي. اسمع خليني اعطيك الشرح السني. راح يموت الان، راح يموت لان انت نزلت رسول الله. خليني اشرح، انتم قاعد تشرحون من وجهه نظركم، خليني انا اشرح من وجهه نظركم. خليني اشرح، خليني اشرح، خليني اشرح. راح العائشة، عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة رضي الله عنها. ايش دخل عائشة بالناس؟ ايش جاب عائشة؟ احنا ما جبنا عائشة. عائشة شو هذه الصيحة يا رجل؟ انتم بدكم تصيحوا، بدكم تصبغونها. علمه على هالصيحة هذه، عساك متى تفور الصيحة هذه؟ شو انت تصيح؟ راح صيح على مرتك. ايش فيها؟ ابو باقر شو فيها عائشة؟ رضي الله عنها وارضاها. ايش فيها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدمع مع عظماء قريش، كان يقيم عليه الحجة، فأتيه مكتوب كل شوية قطعة، والرسول زعج منه فعبس وتولى عنه. وعندما نزلت آية أتاه الرسول وقال كلما يا رجل مرحبا بمن عاتبني به الله. قاعدين جاء سأله وضحك عليه ووصلتم صورة خط على الناس وأنتم مدلسين، والله العظيم ما راح ينفجر، راح ينفجر. لا لا أبو باقر لا، خلي كمل، كملت كمل الحجة. أوقف سيدنا، سيدنا عائشة هي اللي قالت كل شوية كان النبي. خل أنا مو سكتيت، اسمع أنا مو سكتيت. لا أعرف أبو الله أبو سيد. إيه كمل كمل، بس أريدك الآن كملت كملت. شوف أنزل عون بلا عبس عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله أرشدني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مجمع من عظماء المشركين، فجعل رسول الله يعرض عنه ويقبل على الآخر يقول له أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا. فنزلت هذه الآية به، فكان رسول الله كلما يراه يضحك ويقول يا مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. جيد جيد. لا لا، أنا راح أسقط لك هاي الرواية بسؤال واحد.
هذه رواية روتها اسمع السؤال هذه الرواية روتها عائشة وهي مسحورة أم بعدما برئت من السحر؟ أتحداك الجواب على هذا السؤال. يلا. وبالنسبة للمسيح لماذا المسيح؟ لا أم على السؤال لا تهرب. المسيح لا تهرب أجب. من الذنوب أثبت عليه المسيح. وإذا كان المسيح لا الشفرة لا يخطئ في الدنيا فمحمد. شيخ أبو عاشر لا تهرب جاوب عن السؤال. هاي الرواية ما العبس وتولى روتها عائشة وهي مسحورة أم بعدما برئت من السحر؟ أجب. هذا سؤالك ما لا محط من الإعراب ولا يجوز القياس بهذا الكلام لأن هذا كلامك مثلها خيال قاعد يلعب قشرة بصلة. أسعوف القشرة بصلة. يعني سيد ميثم قاعد يلعب بيك سبحان الله والله يحكي على روحه. الآن إخواني عندنا إنسان مسحور لا يعقل ما يدري يخيل إليه إنه يفعل الأشياء ولا يفعل إنسان مسحور. طيب هذا المسحور أخذ يتحدث أحاديث إحنا ما ندري ما هي الفترة التي سحر بها متى برئ من سحره وروانا روايات. هل يمكن لعاقل أن يأخذ بكلامه وبرواياته ولا يدري إن هذا الكلام صدر منه أثناء السحر أم بعدما شفي من السحر؟ لا تعرف. والله لسؤالك الأصلي سؤال هذه الحلقة تسمح لي أجاوبك. أنا عندي دليل. لا بس أنا أريد منك بس تسمح لي أريد منك بس شغلة واحدة. شوف أنا أطلب منك بكل أدب واحترام. أنت قلت أن عائشة قالت أنه كان قاطع النبي. هذا في أي رواية؟ هذه في الترمذي والحاكم سواء الترمذي. بلى حتى اللي حقرنا يا. أنا طلعتها حاليا موجودة لكن بدون سند. هي في الترمذي والحاكم. تريد أطلع لك فيها بالسند؟ أي بالسند حتى نشوفها. لا إله إلا الله. جميل. عندك الترمذي. أكتب أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله رجال من عظماء المشركين فجعل رسول الله يعرض عنه ويقبل على الآخر يقول له أترى بما أقول بأسا فيقول لا فنزلت عبس وتولى إن جاءه الأعمى. هذا طيب الآن ما عندك السند وما نعرف. أبو سلطان أبو سلطان أبو سلطان اهدى أبو سلطان. هو الله لمن كان يذكرنا ويبارك لنا فلما يقول أنه يأتي إنسان أعمى فالصحيح أنه نستجيب له ونجيبه بأدب واحترام. الصحيح الآن الصحيح نستجيب له ونجيبه باحترام. هذا هو اللي قرآن والذكر والله ذكرنا بهذا الأمر. صحيح. جاء سؤالك جميل جدا. هذا عندما تكون قاعد على كرسي مشغل رقيلك وكاسه شاي بيدك ويجيك الأعمى تقوم وتقعد وتقول له يا مرحبا بك ويا مسهلا وتحب ايده ومو لكن كلمونك قاعد بين 50 واحد وتقيم عليهم الحجه وعايف حالك وبنقطك اسلام ودين ورساله وبيجيك واحد أعمى تترك العظماء وتذهب الى الأعمى حاجات. انت قاعد تضحك على حالك ولا تضحك علي ولا هتعطي تلبس عباءة الاخلاق والخلق والمحبة؟ طيب خلاص شوف أنا سمعتك رحمة الله على والديك سيدنا الحلو. أنا سمعتك هدوء. شوفوا إخواني طيب الآن أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وآله أعرض عن هذا. الله تبارك وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له شنو معيشة شنو. يا رجل قاعد اقول لك مره 50 رجل. اسمع هدوء. اسمع سؤالي لا تهرب من سؤالي. الان الله ذكرنا وقال لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت
انت تركت الشيوخ شما ما تعلمت تركض ركض، اليس هذا اعراض من جنابك ولا بدك تلحق مصلحتك؟ اتذهب الى العظيم ام تذهب الى الضعيف بعدين تلاحقه؟ ايش قلت لي انت وانا بحضنه لسانك؟ قلت لي يا شيخ انت خلك معانا، هذا يريد يهتدي، راكب عليه معربط بي انت وميثم واحمد الامام الدقيل على رؤوس رجليك بس تشيع. زين، احنا بالنسبه لنا نتعب ونجاهد من اجل ان رسول الله كان لا حول يا اخي اعطيني مجال، والله عيب عيب هذا الكلام. الاجر يبون الاجر اخي الفاضل، عيب هذا الكلام، اريد اتكلم ما تخليني، ايش فيك تصرخ؟ اولا احنا نتعب ونجاهد في سبيل الاخ يتشيع، هذا فخر لنا ونحن خدام لاخينا محمد ولاخيه وخدام لكل متشيع او يريدته، هذا فخر لنا ونفتخر به ولا نبتئس من هذا الامر. هاي واحده. اثنين، اخونا الحبيب شيخ ابو سلطان، النبي الله تبارك وتعالى قال له وانك لعلى خلق عظيم. فلما النبي يبحث عن العظماء واللي عندهم فلوس واللي عندهم مكانه، معناه هذا ضد القران الكريم. لماذا؟ لأن لا يا أخي اعطيني مجال، اعطيني مجال، كلماتي سم بابا، كلماتي سم، خلي أكمل، خلي أكمل، خلي أكمل يا بشر، أدري كلماتي إيش فيها، مو أنا سمعتك وساكت وصار لك أربع دقائق تخيط وتخربط وأنا ساكت، اعطيني مجال، مو أنا محترمك، احترمني، احترمني، اسمع. الله تبارك وتعالى، شوف اخوان، والله لا يريدون لكم ان تسمعوا، هؤلاء لا يريدون لكم ان تسمعوا ابدا. شوفوا اخواني، الله تبارك وتعالى ساوى بين البشرية، ماذا قال؟ قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله فلوسكم بيوتكم، ولا إيش قال؟ قال أتقاكم. هذا ماذا يقول؟ يقول من عظماء قريش، من أغنياء قريش، فترك الفقير وراح للغني، هذا معناه بئس ما يفعلون هؤلاء اللي يتركون الفقراء ويذهبون إلى الأغنياء. ولذلك هو ماذا يقول؟ هو يقول أن الله عاتبني، يعني النبي غلط. شوف التناقض، التناقض سيدنا سوميون، التناقض ماذا؟ هو يقول لي مرحبا بمن عاتبني الله، هو يقول. إذن النبي ماذا فعل؟ فعل خطأ. شو كان الصح؟ كان الصح المفروض يستقبله، هذا من فمه ودينه أبو سلطان. يا لا حول ولا يا بد، اعطيني مجال، اعطيني مجال، خلي اكمل، انا مو ساكت، قلت لك كملت، قلت لي الان خلي انا انطلق، حريتي، ايش فيك؟ اريد اعطيني مجال بعد ما تخلص ارجوك. اي اعطيك مجال بس اريد حريتي يا اخي، 1400 سنه خانقينا، خلينا نتكلم، من معاويه الى زمن معاويه الى الان، اعطوني مجال، ظلم هذا، والله ظلم. شيخنا ابو سلطان الحبيب اسمع، والله حتى نسيت ذكرت الفكره، هو ماذا قال؟ قال انه انت تريد يا وعد يا لمي، ايش فيك؟ قلت له، قال تريد العظماء يتركهم، فهذا اساء الادب ومعروف ايش وكذا، معناه النبي سوى صح. بعد دقيقه قال الله عاتبه. طيب اذا سوى صح ليش يعاتبه الله؟ كان الموقف ما يصبر، والله ما يصبر، والله هذا بي شيء، بي فد شيء. خلى النقاش حاج وعد، خلى النقاش بيني وبينك سجال، لانه انت تقول شيء، لا تزعل مني بهالكلمه، خلى النقاش بيني وبينك سجال. هنا الموقف هذا يا غير اكمل فكرتي يا ابو سلطان، هذا والله ظلم، غير مؤهل رسول الله انه ياخذ ويعطي معاه، كان غير مؤهل الرسول. منو قال؟ انت كنت وياهم لحظه انت تهذري، اسمع انت الان تقول غير لا حول، اذا غير مؤهل اصبر انت مو تقول حوار، لحظه كل كلمه لزمك، انت تقول كان ابن مكتوم
غير مؤهل. زين اذا غير مؤهل ليش الان تقول انه الله كان كل يعاتبه يعاتبه؟ حاج وعد ما فهمت علي انت منذ قليل انت لك كلمه حلوه كل ما تجيك امراه تتشيع تقول تحمد وتشكر الله وتقول الحمد لله هاي اعداد الف واحد. ليش؟ لانها ام لها اجيال. وهنا رسول الله كانت غايته من ان يقيم الحجه على عظماء قريش لان كل ذي شوكه كان يهتدي الى دين الاسلام ياتي و اذا فعل الصح. اذا فعل الصح شو شرح على بالسياق؟ اذا فعل الصح النبي ولا الغلط؟ رسول الله في هذا الموقف اراد من ابن ام ما قلت لك اراد ولك لا تلفون وتدورون يا بشر يا انا ما قلت لك ماذا اراد. انت قلت راح للعظماء والعظماء اذا هذا وتجي من هذا. اذا بالنتيجه النبي عندما ترك ابن مكتوم وعبس بوجهه فعل الصح ولا الغلط؟ لا نقول خطأ ولا نقول صح. نقول ان لحظه يعني شنو لا تقول؟ يعني النص يعبس ونص يضحك. ادري موناليزا هو نص ضاحك. وش فيك انت حج؟ سؤال بريء. لا. الآن أبو سلطان شخص سلفي داعية يدعو إلى الله، يأتي إنسان ويصف هذه الدعوة إلى الله، جاي يخطب واقف على منبر الجمعة ويخطب ويقرأ من القرآن ويقرأ أحاديث نبوية، واحد يقول هذا قاعد يلهو، هل هذا الوصف صحيح؟ ماذا كان يلهو؟ ما فهمت. إنسان يدعو إلى الله، رجل يدعو إلى الله، يأتي إنسان ويصف هذه الدعوة باللهو، يقول هذا لهو، هل هذا الوصف صحيح أم خطأ؟ يعني أنت الآن عندك محاضرة، سماحة الشيخ أبو سلطان عندك محاضرة في القربة إلى الله، في الدعوة إلى الله، وجاء واحد قال هذا يتلهى يلهو، يصير؟ لا الدعوة إلى الله ليست لهو. القرآن أمامك، خل نقرأ الآيات. إخواني هذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. طيب هو كان يدعو المشركين إلى الله، وهل توصف الدعوة إلى الله باللهو؟ والله هذه في منتصف الجبهة. والله يلا الآن قل أن ذول العظماء جماعتك، ذول العظماء قريش اللي كانوا يا لا تقول حج وعد، ذول العظماء جماعتك النبي كان يدعوهم، ليش القرآن يصف هذه الدعوة بأنها له؟ لا هذا من مفهومكم انتم، هذا من مفهومكم انتم الحين. لا خليني ولا ابد افسر له هنا. يلا لا الله تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه يا ابو سلطان اسمع الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء كلها عن النبي كما تزعمون، كلها عن النبي. الله ينسى غرته الدنيا لينتلها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الله هو أبو سلطان. أوقف بلحظة، خلي أقدم الأخ قبل عمار أيضا. الأخ ما أعرف هذه الدولة من وين، الأخ اللي